ضربنا داوش الموش عليه وهذا الشيء كتشوف فينا كنضربوا تماره. اما باش تقول لنا الساده ما تدقلوش، راه بلي حنايا راه ما نقدروش نصبروا بلا كمايه وبلا الفانيد ولا ليكستا، حنا راه مدمنين فهمتي، كتخرجوا معايا هذه فرصه على انك تحيدي الادمان. وعاونونا الساده ونحيدوا الادمان ونحيدوا، راه عندي ثلاثه الوليدات انايا وبزاف ديال الحوايج. وهادشي اللي كاين الساده ما كندير والو، كنباع الديطاي وانا مضاربه مع دارنا مجرين عليها، ساكنه في قناه عندي ثلاثه الوليدات شادين ليا وليدات دارنا وعاطي المربيه بنيه، ورا غنبرك راه هما اللي ما بغاوش يدخلوني حيت قالوا لي انت مدمنه. دابا راه كنعيشه في الزنقه انا، عايشه مع ولاد دربنا كيتعاملوا معايا كيعطونا ناكلو، كنبيع الكارو تمايا راه صافي كنعس، ما عنديش فين نمشي. وانت دور سولي عليه الا كذبت عليه، انا راه ملي كتعدي 10 سنين وانا مبليه. وا بغيتهم يعاونوني وشوفوا لي شي سكنه هادشي اللي كاين، جمع وليداتي ولقاو على الله لقاو شي سبيطار نحيدوا الادمان الساده. واخا كاينه موت وحده علاش نخاف، كاين الخوف كاين ولكن راه كاينه موت وحده. وما بغاوش يرجعوني، راه مشاو تزاوقوا من الناس قالوا لا ما تدخليش حيت شي مدمنه، شادي لي ولادي وما باش شادينيش انا، ورا ساكنه هنا في الدرب ومجرين عليا. النداء ديالي بغيت نقول داني سمحوا لي ورجعوني وصافي هادشي اللي كاين، وشي جمعيه تعاونوا معايا راه والله تبتشي بحال زرف الحليب. دابا راه كنشطب بالناس باش يشريو لي الحليب. بنتي يلاه عندها شهرين، دخلي تشوفيها نجيبها لك تشوفيها، نجيب لك بنتي تشوفيها عندها شهرين وسولي الناس كاملين.